هل ستواصلين في هذا الطريق رغم كل هذه الضغوط وتقديم دعاوى ضدك؟ ما الذي أعيشه أنا إلى جانب ما يعيشه الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني؟ الإعلام العمومي في فرنسا يتبنى خطاب الإبادة بشكل فادح، يعني أنك بت تشعر أن التلفزيونات الفرنسية هي ملحقات للجيش الإسرائيلي، بل أن الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفرنسية يحضر في كل البلاتوهات ويوزع علامات الاستحسان ويقوم أيضا بتوبيخ الصحفيين، فقد طرد صحفيون كثر من وظائفهم، طرد أيضا مواطنون عاديون من مهامهم، يعني تمارس شتى أنواع التنكيل بمن يدافعون عن القضية الفلسطينية في وسائل التواصل الاجتماعي. الخطاب الإبادي يقال بكل صراحة على التلفزيون، يعني نحن سمعنا فنانين فرنسيين يدعون إلى قتل كل الشعب الفلسطيني، يدعون إلى ما يسمونه إتمام العمل، يعني كأن عبادة الكيان الصهيوني باتت واحدة من أعمدة الانتماء إلى القومية الفرنسية.